حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام. وقال شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها في المسألة الأولى، وقد رجح استتابة تارك الصلاة، قال: المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، فماذا إذا لم يدعى ولم يستتب؟ وماذا إذا لم يهدد بالقتل من الحاكم؟ أيحكم عليه بالكفر؟ هذا هو الواقع، يعني هذا هو الذي نعيشه. يدعى الذي لا يصلي ثم يستتاب، فماذا إذا لم يدعى ولم يستتب؟ الحاكم إذا دعاه واستتابه هدده أنه إذا لم يصلي قتل، قتل بالسيف. فماذا إذا لم يهدده الحاكم بالقتل؟ أيحكم عليه بالكفر؟ فهذا هو الواقع، ينبغي على الإنسان أن ينزل الأحكام على واقعها، هذا مهم. شيخ الإسلام رحمه